وليضربن بخمورهن على جيوبهن وبلا درسوكت خو ابسر سنگ خدا بردن معنى سروچا وسطو برسنگا بلا ابوشرن اد پشت پردیرا یکو ام اد بجین پیچا وبوزانين جالك مفسر وزنايت حديث بجن اف آيات الدليلة كوجه جنكيجي عورته و السروي واجبه فشريتن چونكي آيات ياد بجد بلا پيچكي يان پردكي اج سرسر خوبردن حتى ابسر سنگادا بيتن معنى ديم ات بنفاهات فشارتن پاشي آيات وان ظلاما دس نشانت كتن يدكو بوان درست بيتن جنكي ببينن آيات ات بجيتن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. درست أبو جنكا مسلمان خملو خيزاخو النكفان كسا ديار بكتن ظلاموه بابوه باب ظلامه وي يعني خزيري كره وي كره ظلامه وي يعني نفسي وي براي وي برزاي وي خارزاي وي يان بچيكي نجهشتي يان ظلامه چجي نأت اشبلي فان حرام بوجنكا مسلمان زينتا خو نشا كسي بدت ورديماهي خود امري البيغمبر خو اتكاتن صلاف السربن كو بجيتا جنكت خودان باور ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وبلا بدخل عردي ندن دا زينتا وانيا وشارتي اشكرا نبيت اشفي آياتي وقالكي ديت اتظانين كو پردا پوشكرن يان دانان حجابي اب نسبت جنكا مسلمان تشتاكا خوده يلسر فرز كري و بتوي يلسر وي اگر وي باوري بخوده هبيتن او التزام اب في امري بكت اذا واجبه نكو عادتك بو جنكي هيا بيگريه بي بكتن يان نه وكي هندك نظان هزرتكن نقطة قدية هاي اجفي آياتيت اتظانين او جي اذايا حجاب دو حجابن ايك السر جنكي و ظلامي فرزة و ايك السر جنكي بتني هندي حجابا ايكيا حجابا اخلاقيا و اذا بري حجابا لشيت ايتن و كاني چاو اف حجابا السر جنكي فرزة وصل سر ظلامي جي فرزة آياتت بيجت قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ظلام مسلمان وجنا مسلمان أدفت شافت خو پردا پوش بكن قواتش تكي حرام كتبر شافا أدفت شافت خو جي بجرن أفبوان پاقجترا وكي آيات بجيت پاقجترا چنكي پاقجي أبديف دات ايتن أو كسي شاف برسي بتن چمير بيت چجن دي دير بيتن اج پاقجيه اگر خرابی بدست و نه ات اگر خرابی نه کویت دستاجی دلک خراب ده بیتن و دلگاه خرابو چپاقجی ات لشیدا نامیند پشتی و حجابه شنی حجابا لشید ایتن لو آیت ایکمین جار گود وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن پاشی گوتی و یحفظن فروجهن و حتی دیمه یا آیته جنکا مسلمان ادوید باش بزانیتن هندی رنگی دویش حجابه کو حجابا لشیه خدا نخو اب اخلاق و تربیت نا اخید اگر اخلاقی وی یه حجاب کری نبتن اب رنگ ایکی اج حجابه پرده پشت کرنه لش جنه نیشان اخلاق جنه یه نکو جنه اب اخلاقت اخیدن اگر راستیه که یا فر ام اج بیراخو نبین چونکه گلک جنیت هین هزرت کن گاو حجاب البجن خو کر همه خلاص هنده بلا وکی دی اخلاق که سر بردای هبید جی الجاه كدش قرآن وبدرستي اد آيات پنجونه دا اج سورة الأحزاب خداي مظن فرمان البيغمبر خو صلاف السربن ادكتن كو سرو بري ويجل كي بو جنكت مسلمان ديار بكتن يد كو واجب السروان او بكنا برخو آيات امر كت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما هذا فرمانك يعني أمرك خود البيغمبر خود كتن وتبجيته أي بيغمبر تبجى جنكته وكيشته وجنكت مسلمانا بلا كراسوان يأو أبسر جلقافة أدكان برخوك وبعربية بجنة جلبات كراسك فره شور بيتن أبوي رنجي كو أبسر سر خدا بردن حتى بربيا دا بشيته خاري أفا أفچنده بوان چتره دا نخوشي نجهته
چند فایده